بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نقط فوق الحروف وعنوان حلقة النهاردة التوبة الحقيقية جه في سفر أعمال الرسل أصح 3 بيقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ولتأتي أوقات الفرج من وجه الرب وفي لوقا 13 الرب يسوع نفسه بيقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وأيضا مكتوب الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيًا عن أزمنة الجهل. أول نقطة عايزة أتكلم فيها ما هي التوبة؟ وبعدين ما هي الخطية؟ وبعدين كيف نتوب؟ أول حاجة ما هي التوبة؟ في سفر أشعية أصح 55 مكتوب ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكسر الغفران يبقى التوبة هنا إيه؟ ترك للخطية ورجوع للرب التوبة هي إن أنا باجي للرب بـ بتوبة حقيقية باتضاع حقيقي بإني مش عايز الخطية مش عايز أرجع لها عايز أخلص منها باعتراف بصراخ قدام الرب وطلب غفران دم يسوع عشان يغسلني ويطهرني ويحررني من الخطية طب افرض انا مش عارف اتوب يمكن مش شايف الخطيه يمكن مش حاسس بايه اللي جوايا لو انت مش عارف تتوب مكتوب عن الروح القدس انه يبكت على خطيه وبر ودينونه تطلب عمل الروح القدس تقول له يا رب توبني فاتوب انا مش عارف اتوب انا مش عارف اكتشف خطيتي ابعت نورك يا رب بنورك ارى نورا النور ده يكشف الظلمه حتى لو كانت عميقه جوايا يتغلغل ويكشفها ويفضحها عشان اعرف اتوب لإني ازاي هتوب عن حاجه انا مش شايفها او عارفها او الف اللي جوايا بالظبط فالنور بيكشفها بس المهم تكون صادق مع نفسك وتكون عايز النور يكشف يعني مفتوح للنور خاضع للنور ما تسيبش ذاتك من جوه تلتوي وتخبي وتبرر الخطية أو مش عايزة تتركها ما هي الذات برضو مش عايزة تترك لكن إذا أنا صادق وإذا أنا خاضع وإذا أنا باتجاه إرادة أمين أقول له يا رب ارسل نورك يكشف الخطية علشان أتوب عنها فالرب هيكشفها كمان عايزه اقول ايه هي طيب الخطيه يعني الخطيه في مفهومها البسيط الخطيه هي التعدي اي كسر لوصايا الرب عدم طاعه الرب بكسر كلام الرب مش بعمل مشيئته لكن الخطيه في مفهومها الاعمق ان الرب يعني حب في العهد الجديد في انجيل متى يكلمنا عن سبب الخطيه او جدر الخطيه او ان الخطيه مش مجرد فعل لكن الخطيه ممكن تكون في فكري في مشاعري في قلبي في تصوراتي في كياني ساكنه يقول الرسول بوس الخطيه الساكنه فيا فالرب جه قال ايه سمعتم انه قيل لا تزني اما انا فاقول لكم ان من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه فهنا الرب جاب اساس الخطيه يعني لولا ان النفس او الانسان ابتدى يمتلئ بالشهوه يمتلئ والشهوه بتدخل من عينه من افكاره من تصوراته من مشاعره ويتعبى منها لولا انه بعد كده ايه فعل الزنا يبقى هو ابتدى بالخطيه من اولها من الخطيه اذا حبلت الشهوه اذا حبلت ثالث خطيه والخطيه اذا كملت تنتج موتا في الاول خالص اول ما تبتدي كمان قال ايه؟ سمعتم أنه قيل لا تقتل ومن يقتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم أن من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم فبرضو جاب الخطية من جدرح طب إزاي الشخص ده قتل؟ ابتدى يمتلئ بالغضب بالبغضة ابتدى يقتله جوه قلبه الشخص الآخر ابتدوا يرفضوا ابتدى يبعدوا عنه ابتدى مش عايز يشوفه على وجه الارض مش عايز فيروح ايه منفذ الاكل فلو الانسان من الاول خد باله من فكره وقعد يتغسل ويتشفي من الافكار ومن التاثيرات بتاع الشرير ويتوب عنها ما كانش وصل للنقطه دي فالرب بيتكلم عن الخطيه مش بس فعل عشان كده في سفر التكوين مكتوب فوجد الله ان تصورات افكار قلب الانسان انما هي الشريره كل يوم فجأة الطوفان وفي سفر حسقيال يقول للرب الحسقيال هل تنظر يا ابن ادم ما يفعله شيوخ اسرائيل في الظلمه كل واحد في مخادع تصويره يبقى الرب بيبص لايه لمخادع التصوير عايزه اقول لك عايز تشوف اللي في قلبك شوف فكرك فكرك هو مرآة قلبك كنت تقول انا مش عارف ايه اللي جواي بص لأفكارك انت بتفكر في ايه لو كانت افكار شهوة و... ونجا يبقى ده اللي جواك لو كانت افكار زي ما قلنا بغضة وإدانة و... يبقى ده اللي جواك البغضة لو كانت افكار في العالم وعايز اجيب وعايز اكون وشهوه و... ونفسي امتلك و... هتشوف افكار كبرياء افكار كل دي انت هتكتشفها من خلال فكرك يبقى هو ده اللي جوه قلبك لان من قلوب الناس تخرج افكار شريره عشان تتوب عنها يبقى ما هي الخطيه الخطيه هي. اتجاه قلب هي ساكنه فيا في افكاري والرب عايز ايه يغسلني منها وينزعها من جوايا طيب ثالث نقطه ازاي اتوب اول حاجه لازم اشوف الخطيه بعينين الرب انها خطيئة جدا وزي ما قلت ممكن اصلي عشان الرب ينور لي ويكشف لي اشوف ان الخطيه خاطئه جدا اشوف ان الخطيه اجرتها موت اشوف ان الخطيه تفصلني عن الرب اسامكم صارت فاصله بينكم وبين الهكم وحاجه بتواجهه فتحرمني من سلامه هتحرمني من حضوره هتفصلني عنه هتدخل الظلمه جوايا وسم والسم جوايا وتحرمني من الرب. أول نقطة اشوف الخطيه وادرك الخطيه بعينين الرب عشان اعرف اتوب تاني نقطه ان انا اجيب الخطيه دي كما هي واسميها باسمها يعني مش أس... يعني اتوب عموما يا رب ارحمني انا عبدك الخاطي لا لازم انظف. القميص بتاعي او البلوزه بتاعتي بقعه بقعه لازم اسمي الخطيه باسمها واقول له يا رب انا اخطات في كذا وانا قبلت افكار كذا وانا جوايا كذا ارحمني انا اسف انا بعتذر لك اغسلني طهرني اشفيني حررني من الخطيه بطلب ده بصدق وبامانه ومش ببرر الخطية زي ما قلت قبل كده في ناس كتيرة أشوفهم بيصلوا يا رب ما انت عارف ان غصب عني فيش حاجة انت عارف يا رب ان غصب عني المهم انا عملت الخطية يبقى اقول يا رب انا اخطأت مش مهم بقى غصب عني ولا مش غصب عني انا اخطأت في كذا ارحمني في ناس تانية كمان بتبقى بص على خطية الآخر فمش بص على خطيتها فمش عارفة تتوب مش أنا اللي غلطان يا رب ده هو اللي استفزني ده هو اللي جرحني ده هو اللي ابتدى طب ما انت مش هتتحسب على خطيته المهم انا رد فعلي ايه للي عمله انا بقى خطيتي ايه مش اتغصت مش اتجرحت مش رديت عليه آه الشتمه بشتمه مش ابغضته مش ايه اللي حصل ايه اللي حصل رد فعلي انا ايه خطيتي انا ايه فانا ماليش دعوه بخطيه التاني هو اللي مولاي يثبت او يسقط انا خطيتي ايه باجي واقول يا رب ارحمني انا خطيتي كذا يا رب انا رد فعلي كان كذا بتوبه حقيقيه قدام الرب يبقى اول حاجه بشوف الخطيه تاني حاجه بعنين الرب تاني حاجه ان انا بسميها باسمها وبقولها للرب بلا تبرير تالت نقطه يكون جوايا ارادتي مع قلبي رافض الخطيه دي مش عايزه ارجع لها تاني مش عايزها فعلا ومش عايز ارجع لها بطلبه بكل قلبي وجوايا خلاص يا رب انا مش عايزه ارجع للخطيه انا عايزه اعيش في امانه ليك فاذا ارادتي وقلبي بيرفضوا الخطيه وبتقيأها وبعترف بيها كانها سم بالظبط دخل في كياني وانا بتقيئه وبتغسل منها بدم المسيح اخر حاجه ان انا عندي ثقة وإيمان إن مشيت رب إنه يغفر لي وإنه يخلصني وإنه يحررني وإنه يحولني من خاطي إلى بار لأن مكتوب ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية وما سر لا يسر الله بموت الخاطي بل أن يرجع عن طريقه فيحلى ومكتوب إن أمنت بقلبك واعترفت بفمك خلصت بدم عندك ثقة زائد توبه واعتراف تخلص بس في نقطه اخيره لازم اقولها عشان تكتمل التوبه ومرات كثيره احنا ما بنهتمش بيها ليه رد المسلوب مرات كتيرة باخطئ الى اخي يعني مثلا اذا انت جرحت اخوك الاخر ده شتمته جرحته هنته، لازم مش بس تعترف للرب تروح تعتذر له عشان تشفي جرحه لازم ترد المسلوب وتريح الروح القدس جواك او انت اتكلمت في حق اخوك في حق الاخر حكمت عليه مسكت سيرته اتكلمت عليه كلام سلبي وفرد انت في وسط مجموعه كمان وقعدوا يتكلموا على شخص وانت ما قلتش يا جماعة ده غلط ده ضد الإنجيل المفروض ما نتكلمش من يرزل لا يرزل إنسان بل الله الذي أعطانا من روحه لا تشتركوا في أعمال الظلمة بل بالحري وبخوها وسكت يبقى أنا اشتركت في خطاياهم لازم أقول لهم ده غلط وإذا اشتركت وتكلمت يبقى زي ما قلت إن أنا أروح للشخص ده بعد ما اعترف للرب واعتذر للرب اعترف واعتذر للرب للشخص ده واقول له انا اسف انا اتكلمت عليك كلام سلبي انا قبلت شكايه عليك انا مسكت سر انا اسف وكمان في وسط الناس دي اجي اعتذر واقول ان كنت اتكلمت ضد الاخر او ضد اخويا كلام انا بعتذر وانا اسف ان انا اتكلمت الكلام ده لاني كان المفروض ما اقولوش يبقى ده كده انت بترد المسلوب انت كده بتريح الروح القدس وبتفرح الروح القدس جواك وفي نهايه الحلقه انا عايزه اقول لك يا ريت الرب يدينا ان احنا ننزع الخطيه لان مكتوب اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس الرب جاي يطلب ويخلص ما قد هلك الرب عايزك تنزع الخطيه الرب عايزك تتشفي منها عشان ما تقفش حاجز بينك وبينه عشان ما تحرمكش من حضوره ما تحرمكش من سلامه ما تحرمكش من فرحه عشان ما الروح القدس وتحزنه جواك يا ريتني نتوب التوبه الحقيقيه مش كلمه من بقي لا من جوه انا مش عايز الخطيه من جوه انا ندمان عليها انا مش عايز اخطئ اليك مره تانيه انا مش عايز اجرح قلبك مره تانيه أنا مش عايزة أكسر وصيتك مرة تانية أنا مش عايزة أدي مكان لإبليس مرة تانية مش عايز أتحد بأفكاره مش عايز سمه يدخل جوايا مش عايزه يدخل الجرح جوايا ولا السم جوايا أنا يا رب عايز علاقتي بيك تبقى سالكة صافية كده مفيش مفيش حاجز بيني وبينك لكن أستمتع بحبك وأعيش تحت دمك واعيش في حضنك في امانه ومخافه ليك يا رب يساعدنا نتوب التوبه الحقيقيه اللي تشبع قلبه وتنزع الخطيه من كياننا ومن جوانا والى ان نلتقي في حلقه قادمه اترككم في رعايه الله.